ليش دخل العقل الباطن في اللعبة؟ مو أنت هذا اختيارك، أنت اللي سويتها داونلود، صح ولا لا؟ أنت الآن تدخل للسوق وعندك كل الخيارات، فكل شيء أنت تختاره يعبر عن البرنامج اللي جواتك. فإجاباتك على كل هالأسئلة اللي أنا قاعدة أسألها، عندي 60 سؤال، 60 سؤال كلها عبارة عن تكشف لك، تحط لك على الطاولة أنت مين، وش مستواك المشاعر، وش مستوى وعيك، وش مستوى إدراكك، وش مستوى فهمك الحياة، وش تصوراتك عن الواقع، أنت أي صورة قاعد تشوفها في حياتك. فهذا اختيار من اختياراتك في الحياة، وهي يعني ال 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 التشابه ما بين هالقصة الصغيرة اللي احنا اللي هي موجودة في جهازنا وبين واقعنا كثير كبير، كثير كبير، كثير كبير. بس احنا عندنا الحديث عن واقعنا صعب، لان احنا ما نقدر نشوف الصورة الاكبر، بس سهل لان نقدر نشوف الصورة الصغيرة اللي عندنا في الجوال ولا في الجهاز. سهل، سهل اجاوب على كل الاسئلة عن لعبتي اللي في الجهاز، لان بالنسبة لي صورة صغيرة. بس لا تسألني عن تصور عن الحياة وعن واقع، الموضوع يصير أصعب، وتتداخل في أشياء وطبقات وفلاتر، وتصير إجاباتي غلط. طيب هل مادة اللعبة ممتعة؟ تسأليني أنا كل المواد بالنسبة لي ممتعة بصراحة، كلها طاقة المتعة مرة حلوة، وعي الضحك تموت من الضحك. الغراب الأسود بالنسبة لي صراحة، أنا شخصيا نقلتني من مكان لآخر، يعني لأول مرة في هذه السنة أني أنا أهتم بموضوع الغراب الأسود، ما كده اهتميت فيه قبل، ما كده. جدا جدا ممتع ومهم. اللعبة أشوف أنه ممتع، بس أشوف أن في درجة وعي أيضا، ويمكن الشخص اللي ما عنده ألعاب في الجهاز يمكن ما يستفيد، لأن كثير من الأسئلة مرتبطة باللعبة اللي في جهازك، فما يقدر أنه يستفيد. وفي بعض الأشخاص ما كد حضروا معاي، يمكن ما يفهمون إيش أقصد أو إيش الكلام اللي أقعد أقوله، فأحسن يكون شخص عنده لعبة وعنده درجة وعي عشان يقدر يستوعب الموضوع. طبعا اللعبة ممتعة. هل المتعة مسؤولية الأنثى أكثر من الذكر؟ كل واحد من مسؤوليته المتعة، هو لنفسه، لنفسك أنت مسؤوليتك أنك أنت تمتع نفسك، هي مسؤوليتك سواء كنت ذكر أو أنثى. ألعابي كلها طاخ وطيخ. عجيب. سألت في أسئلة اللعبة عن طبيعة الألعاب اللي أنت تختارها، طبيعة الألعاب اللي أنت تختارها، راح تكتشف طبيعتك، طبيعة اختباراتك في الحياة وكذا. صديقتي تسأل تقول ما علاقة المتعة بالروحانية؟ تكلمت عن هذا الموضوع في طاقة المتعة، وتكلمت عنه في اللعبة طبعا، وهي فلسفات، يعني فيه فلسفات ترى انه المتعة شيء رئيسي في الحياة، وفي فلسفات ترى انها شيء ثانوي لكن مهم وحاضر، وفي فلسفات عندها تشديد على قصة المتعة، يعني مثلا في بعض الفلسفات تمنع الزواج والجنس، يعني فلسفات يعني كذا متشددة، يعني مثلا عندك بعض الفلسفات يكون في ناس ممنوعين من الزواج مثلا. لكن غالبية الفلسفات عندهم قضية المتعة حاضرة وموجودة، وتختلف قصة أهميتها أو دورها إلى أي درجة هي القصة مهمة. عموما في اللعبة، في مادة اللعبة، أقترح أنك أنت تحضرينها بما أنه هذا سؤالك يا ميس. في اللعبة
راح تكتشف في مراحل متعددة أنه كثيراً ما يدور الأمر حول المتعة. لما تحمل اللعبة أنت في جهازك راح تكتشف أنه الموضوع يدور حول المتعة. لما تحذف اللعبة راح تكتشف أنه الموضوع يدور حول المتعة. لما تروح تتوظف عندهم يدور الموضوع على لما تنتقل يدور الموضوع على المتعة. يعني راح تكتشف كثير من القصص أنه الموضوع يدور على المتعة.